أكد مشاركون في ندوة بعنوان الحرب من منطلق مسيحي نظمها مركز التنشئة الروحية التابع للمعهد الكليريكي في بيت جالة أن الحرب التي نعيشها اليوم في فلسطين وغزة هي صعبة للغاية، لكن يبقى إيماننا بالله هو سلاحنا الذي يقوينا. المزيد في التقرير التالي. الحرب من منطلق مسيحي، هذا هو العنوان للندوة التي أقيمت في المعهد الإكليريكي والذي اتخذه مركز التنشئة الروحية التابع للمعهد للبطركية اللاتينية الأورشليمية في بيت جالة، حيث امتلأت المقاعد بالكهنة وبجمع من المؤمنين وممثلي المؤسسات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي. افتتح الندوة قدس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي بصلاة وكلمة ترحيبية بالحضور. ابتدأت الندوة بالحديث مع غبطة البطريرك ميشيل صباح عبر زوم، والذي تحدث عن نصوص العهد القديم عن الحرب واستخدامها اليوم. كما تحدث عبر زوم أيضا قدس الأب عماد علامات من الأردن، والحديث دار عن الحرب في التعليم الاجتماعي الكاثوليكي. وأيضا كان لقدس الأب إياد طوال حديث مطول عن وجود الله في هذه الأيام الصعبة والعصيبة. وفي نهاية الندوة طرحت أسئلة ومداخلات عبر زوم من الأردن ومن إسبانيا وأيضا من الحضور، وتمت الإجابة عليها من قبل الكهنة. هذه الندوة استجابة إلى طلبات من الناس من المؤمنين على عدة تساؤلات طرحوها في الأيام الماضية حول الحرب، وخاصة ما يدور من مجزرة في غزة. ولهذا السبب استجابة لطلبهم المعهد الإكليريكي وخاصة مركز التنشئة الروحي الذي أنشئ بداية العام الأكاديمي الحالي دعت لهذه الندوة. نتمنى أن هذه الندوة وندوات مثلها تساعد مسيحيين مؤمنين أنه ما يفقدوا الرجاء، أنه يظل في عندهم اتصال في شو بتعلم الكنيسة، وأنه دائما نعرف أنه ربنا عنده رسالة في كل زمن. هناك وقت لكل شيء تحت السماء، وواحدة منهم الحرب. نحن الآن نعيش هذه الحرب بتضامن كامل مع الله تعالى ومع بعضنا البعض. أمام الأزمة، أمام الألم والوجع اللي بتمرق فيه بلادنا، بلادنا المقدسة، في تساؤلات عند أبنائنا وبناتنا في الكنيسة المسيحية بفلسطين بالتحديد، بالإضافة لكل المسيحية بالشرق الأوسط اللي كمان عانوا من قبلنا، العراق، سوريا، لبنان، مصر، إنه كيف يمكن للمسيحي أن يعيش أمام أزمة حرب، أزمة قتل ونزاع ودم، أو كيف يمكن للمسيحي أن يعبر هذه التجربة القوية. هدفنا من هاي الندوة اللي هي بمبادرة من مركز التنشئة الروحية للمعهد الكليريكي، فتح حوار مع أبنائنا وبناتنا، حوار توعوي تثقيفي وأيضا روحي وإرشاد نوعا ما، في سبيل أنه نلاقي هالجواب الإيماني، الجواب الروحي، والجواب اللي بحثنا جميعا على إيجاد الجواب. إحنا مش لحالنا، بمعنى أنه الله معنا في كل الظروف، في الأوقات الصعبة كما في الأوقات الطبيعية، الحياة العادية. فهذا هدف الندوة يعني. إنها الحرب، نعم إنها الحرب التي نعيشها، أيام صعبة وعصيبة للغاية، لكن يبقى إيماننا بالله الذي يقوينا، فهو القادر على كل شيء. صلواتنا ودعواتنا دائما ترتفع إلى السماء بانتهاء الحرب، وأن يسود السلام أرض السلام. للنورسات مارلين الحدوة من المعهد الإكليريكي بيت جاله.